ربما تتجدد الاشتباكات بين عناصر فلسطينية وقوات إسرائيلية شرق غزة الآن، ومسألة استخدام ذخائر محرمة دوليا زي الفسفور الأبيض في غزة شفنا ده خلال الأيام اللي فاتت، وبالتأكيد إحنا أمام مذبحة ومجزرة في تعتيم متعمد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي الآن في غزة. كما ذكرت بأن قطع الاتصالات يحمل نذر ارتكاب مجازر في العتمة. عندما تقطع إسرائيل الاتصالات هذا يستبطن رغبة بارتكاب مجازر، وهي لطالما مارست هذه السياسة بقطع الاتصالات وإبعاد شهود الإثبات عن مسرح الجريمة ليتسنى لها ارتكاب ما تشاء من مجازر. المجازر التي ارتكبت طيلة الأيام العشرين الماضية والتي ذهب ضحيتها أكثر من 10,000 وأكثر من 16,000 جريح، لم تشفي غليل أولئك المجرمين الذين تستبد بهم شهوة القتل والذين يحاولون إعادة إنتاج تلك المجازر المروعة التي ارتكبها أجدادهم عام 48 وتسببوا بعمليات القتل والتهجير لآلاف الفلسطينيين، واليوم يلاحقون أحفاد الضحايا إلى منازلهم وأرضهم وقراهم وبلداتهم التي لادوا إليها ليرتكبوا مجازر أخرى مروعة أكثر ترويعا من تلك التي ارتكبوها عام 48. ولكن الشعب الفلسطيني مهما بلغت التحديات ومهما غلت التضحيات لن يغادر أرضه، وهو مستعد دائما للدفاع عن أرضه ووطنه ومقدساته بنصف جراحه ووجع معاناته.